كلنا شفنا الديجيتال افكتس اللي موجوده في الافلام الاجنبي زي افنجرز مثلا الكاركتر بتاعت هالك. فلو عايزين نشوف حاجات ديجيتال افكتس زي كده في الافلام العربي، تيم نو كاب هيقول لنا ازاي نعمل كده. احنا تيم نو كاب احنا بنقدم ميركلس موشن كابتشر. انا بس مصطفى، معايا عمر وديل وسامي نبيل وليد اشرف تحت اشراف دكتور مياد. الاول الاجنده، احنا هنتكلم على البروبلم ستيتمنت، الموتيفيشن بتاعنا، الابروتش اللي احنا هناخده، التشالنجز اللي بتقابلنا، والتايم بلان. طيب الاول بس حابين نتفرج مع بعض على الفيديو الصغير ده. ثالث سولوشن هو الاكتر سبيسيفيك سولوشن.
جوش برولين وهو بيمثل او بيحضر لدور افنجرز كان مطلوب منه ان هو يتصور من كذا انجل من كذا بكذا اكسبريشن علشان الديجيتال كاركتر بتاع ثانوس تبقى متظبطه مخصوص لجوش برولين كممثل. وبرده كانوا بيعرفوا ابعاده الهايت بتاع جوش برولين طول جسمه علشان يعرفوا الماب بالظبط الداتا بتاعتهم لثانوس كاكتر. اخر حاجه المانيوال انيميشن دي عاده بتتعمل في الافلام الانيميشنز ان بيبقى في انيميتور قاعد بيشوف كل كي فريم المفروض الكاركتر يبقى واخد انهي بوز عامل انهي اكسبريشن بوشه والكلام ده لما بيجات ريكوردد مثلا 30 مره في الثانيه بيعمل لي في الاخر الفوتج ده. بس حاجه زي كده محتاجه مانيوال ورك كتير قوي من الانيميترز. طيب دي الاكزيستنج سوليوشنز ايه الحاجه اللي احنا بنقدمها. طيب الاول احنا تيم نو كاب الفكره اللي احنا هنعملها ان احنا اول حاجه هنلغي وجود الموكاب سوت اللي اتلبست من الممثل عن طريق ان احنا بنبدلها بالكمبيوتر فيجن. تاني حاجه احنا بنستخدم ار جي بي كاميرا عادي جدا زي اللي بتستخدم في تصوير الافلام علشان التكلفه. ثالث حاجه جينيريك اكتر انا مش محتاج اعرف الاكتر اللي هيجي يتصور ده هو شكله ايه قبل ما اشوفه قبل كده. اخر حاجه الاوتوميتد انيميشن كل البروسيس بتاعتنا اوتوميتد بحيث ان مفيش مانوال ورك من اي انيميتور يقعد يظبط الكي فريمز بتاعته. طيب ده الابروتش بتاعنا ازاي هنعمل حاجه زي كده اتكلمنا عنها وسام. تمام خلينا نتكلم الاول عن البلوك دايجرام بتاع البروجكت بتاعنا او ازاي هننفذ كل الكلام اللي بس قال عليه. فاول حاجه احنا الانبوت بتاعنا بيكون عباره عن فيديو والفيديو ده بنقسمه لمجموعه فريمز. لكل فريم اول حاجه بنعملها ان احنا بندخلها على بلوك فيس ديتكتور وده كل الغرض منه ان هو يحدد لي وش الاكتر فين في السين الحالي بتاعي عشان بعد كده ادخل ده للفيس موديول بتاعي. وده من الكهاي ليفل كل شغلته ان هو ياخد الجزء في الشاشه اللي فيه وش الاكتر عشان نعرف نبنيها على 3D موديل بتاعنا بشكل اكيد. فزي ما احنا شايفين هنا ال 3D موديل بتاعنا بيفولو بالظبط الاكسبريشنز بتاع الاكتر بيعملها بوشه. في نفس الوقت الفريم دي بندخلها على بودي تراكر وده زي الفيس ديتكتور بس للبودي بيحدد لي هو الجزء بتاع الاكتر فين في السين بتاعي عشان برده بنفس الطريقه ادخلها على البودي موديول بتاعي. وده شغلته ان هو يقول لي الوضعيه اللي الاكتر بيتخذها في الفريم بتاعه عشان اعرف ابقى عارف البوز بتاعته يعني في اوت ذا فيديو. وبعد كده بناخد الداتا اللي احنا طلعناها من الفيس اللي هي الاكسبريشن والداتا اللي خدناها من البودي اللي هي البوز وبنكومباين دم في بلوك معين عشان نعرف بعد كده نطلع الفاينل رندر لل 3D كاركتر بتاعنا اللي هيظهر في الفيلم. خلينا نبص على الموديول بتاعتنا بديتيل اكتر شويه. اول حاجه الفيس موديول ده اول بلوك فيه هو اللاند مارك اكستراكشن. فاللاند ماركس دي هي بتكون بوينتس اوف انترست عامه في وش الاكتر زي ملامحه زي ما احنا شايفين مثلا النوع الفلاني للعين والبق والمناخير والحواجب وبرده بتكون الاوتلاين بتاع الوش ذات نفسه. ودي بتكون اول خطوه ان انا اعملها عشان اعرف الاكسبريشن بتاع الاكتور ده عامل ازاي. عشان مثلا لو الاكتور بيضحك فالبوينتس اللي حوالين بقه بتبقى مع بعض شويه وهكذا. لو هو متعصب شويه البوينتس اللي حوالين حواجبه بتبقى تحت شويه وهكذا. بعد كده بستعمل الاوتبوت بتاع البلوك ده بالاضافه لتو انبوتس كمان ان انا ادخلهم بالجيومتري تشاكر ده البلوك التاني. والجيومتري تشاكر ده هو الكور بتاع الفيس موديول بتاعنا. وعشان السوشيال بتاعنا جينيريك مش بيأسوم اي براير نولج عن السيت اب بتاع السين او شكل الاكتور فبيحتاج تو انبوتس كمان. اول واحد اللي هو اليوزر بلند شيبس والبلند شيب ببساطه هو 3 دي مش للبني ادم وهو بيعمل اكسبريشن معين وشه. قد يكون نيوترال ما بيعملش اي اكسبريشن قد يكون فاتح بقه مثلا او بيضحك او مقشر او رافع حاجب واحد وهكذا. وجيبن ان انا عندي عدد كبير كفايه من البلند شيبس دي انا ممكن باستعمال ويتد كومبينيشن منهم استيميت ملامح الاكتور الداخلي ده رغم ان انا عمري شفته قبل كده. يعني مثلا بقول هاخد شويه من ملامح الشخص ده على الشخص ده على الشخص ده على الشخص ده على الشخص ده وهكذا ان انا في الاخر اطلع 3 دي مش شبه الاكتر فعلا رغم ان انا داخل 2 دي ايمج. تاني حاجه الكاميرا ماتريكس ودي البارامترز اللي بتصور بيها السين ذات نفسه زي الفوكال لينث بتاع الكاميرا. ودي الجيومتري تراكر بيحتاجها عشان الجيومتري تراكر شغلته ان هو يطلع 3 دي مش يميمك الموفمنت والفيشل اكسبريشن بتاعه الاكتر. فزي ما احنا شايفين في الجيف ده التراك 3 دي جيومتري بتاعتنا وده الانبوت 2 دي ايمج. والبلوك ده شغلته ان هو بيعمل بيحل اوبتمايزيشن بروبلم ان هو يحط اللاند ماركس على ال 3 دي مش دي وبعد ما يعملها بروجكشن لل 2D تكون aligned as possible على ال 2D landmarks اللي بتاعت الاكتر. عشان كده بيحتاج الكاميرا ماتريكس وليزر بلاند شيبس. بعد البلوك ده بيكون احنا معانا داتا كفايه ان احنا نبقى على 3D model بتاعنا بس في نفس الوقت بنستعمل ال current output بتاعنا عشان نحسن الاستيميت بتاعنا لملامح الاكتر والسيت اب بتاع السين. فبيحصل عمليه زي اونلاين ليرنينج
throughout the video كل ما نشوف frames أكتر للأكتر الاستيميشن بتاعنا لملامح الأكتر ده بتحسن. وآخر step خالص إن إحنا بنماب بقى كل الداتا دي لل 3D model target model بتاعنا يعني زي ما احنا شايفين بناخد الداتا بتاعت check geometry نعرف نحطها على 3D model بتاعنا. فده كده البايبلاين بتاع الفيس موديول. بالنسبة للبادي موديول فده أول بلوك فيه ال 3D pose estimation والبلوك ده شبيهته إن هو يعني يدخل له الفريم يقول لي اديني 3D coordinates x y z للجوينتس بتاعت الأكتر ده يعني مثلا كوعه فين ايده فين كتفه وسطه ركبته وأكسه. والداتا بوينتس دي بندخلها البلوك اللي بعده اللي هو الروتيشن استيميشن بلوك وده شغلته ان هو يحول الكوردينتس من اكس واي زي للروتيشنز عشان يعرف يبروديوس سكيلتون اعرف اطبقه بعد كده على اي 3 دي موديل عندي. زي ما احنا شايفين الاكتور هنا بيعمل بوزز معينه باسمه والكور دي هي ال 3 دي كوردينتس بتاعتنا وتحت ده الفيجواليزيشن للسكيلتون اللي بنطلعه من الفريمز دي. وفي الاخر اخر خطوه برضه ان احنا بنبدا في الاخر على التارجت موديل بتاعنا. الموديولز بريك داون بتاعتنا هتكلمنا عن الانبوت والاوتبوتس خلينا نتكلم عن الديبندنسيز اللايبريز اللي محتاجينها وهكذا. اول بلوك اللاند مارك اكستراكشن ده احنا هنمبلمنتو فروم سكراتش بايدينا بس هنستعمل اوبن سي في عشان هنحتاج نعمل ماتريكس اوبريشنز وكده عشان هنتعامل مع ايمجز وهكذا لكن مش هنستعمل اي الجوريثم جامد يعني. البلوك بتاع التراكنج ده هنحتاج فيه اوبن جي ال عشان نعمل رندرنج للمشندرنج عشان نعمل بروجكشن وحاجات كده لل 3 دي مش تراك جيومتري بتاعنا. البلوك بتاع البوز استيميشن ده هيكون ديب ليرنينج موديول هنستعمل فيه تنسور فلو او كافيه. البلوك اللي هيكومباين الحاجات دي ويعمل فاينل رندرنج هيستعمل انريل انجن وده سورس افيلبل جيم انجن معروف بالكواليتي بتاعته في الاوتبوتس وبيستعمل في جيمز كتير جدا. اخر بلوك ده ما كانش معانا في البلوك دايجرام بس هو اسينشال عشان البروجكت بتاعنا يشتغل هو الداتا سيت بريبريشن اللي هو بنبريبير الداتا سيت التراك جيومتري بلوك بتاعنا بيليرن عليها عشان نعرف نستميت الاكسبرشن بتاع الاكتر كويس وده هنستعمل فيه نمباي واوبن جي ال. بالنسبه للتشالنجز اللي بتقابلنا اول حاجه الاكيوسي عشان لو الموديل بتاعنا مش اكيوريت كفايه ده بيبريك الالوجن بتاعنا يعني بيبقى الفاينل برودكت باين انه مش رياليستيك كفايه ان 3 دي موديل ده معمول جرافيكس ومش هيومن كفايه. تاني حاجه الداتا سيتس معظم الداتا سيتس اللي احنا الموجوده في المجال ده خصوصا اللي فيها بات شيك ما كانتش فري كانت غاليه جدا ومش افيلبل فاحنا تعبنا كتير جدا عقبال ما لقينا داتا نعرف نستعملها. تالت حاجه الاوكلوجنز والاوكلوجنز دي هو يكون في جزء من وش او جسم الاكتر مستخبي زي مثلا اللي هو حاطط ايده على وشه في الحاله دي الموديل بتاعي المفروض يبقى هيك بطريقه كويسه كفايه ويجنرالايز كويس كفايه ان الاوتبوت ما يبانش انه بايظ يعني. الفيشر ورك بتاعنا اول حاجه الاي اس كابشنج ان احنا مش بس نكابشن الاكسبريشن بتاع الاكتر لا كمان نتراك عينه بتتحرك ازاي. تاني حاجه ريل تايم بروسيسنج عشان الفيلم دايركتور او وهو بياخد الشوت يبقى عنده نوع من الانستنت فيدباك ان هو يعرف يقرر على اساسه لو الشوت كويسه كفايه لو ما عندوش ابروش ده عايز يجرب ابروش تاني وهكذا. اخر حاجه الهاي فريكونسي فيشل ديتيلز ودي زي الريكونز اللي بتبان في وش الاكترز مثلا في الفورمات بتاعته او حوالين عينيه وهكذا ودي بتدي مور رياليستيك فيل لل 3 دي موديل بتاعي. التايم لاين بتاعنا كالاتي من اوغست لحد نص اكتوبر تقريبا كنا في ايديا جنريشن اند ريفاينمنت يعني وي كيم اب وذ اوريجينال ايديا وبعد كده نحسن فيها ونتريت عليها شويه ونستشير دكتور ماجد السوبرفايزر بتاعتنا لحد ما وصلنا لحاجه احنا واثقين فيها كويس. بدانا ان بارل من اول اكتوبر كده نعمل ماركت سيرفي عشان نشوف الكومبيتيتورز بتوعنا وهل في فعلا نيد للبروجكت بتاعنا ولا لا. وانس وي جرو مور كونفدنت ان ذا ايديا برضه بدانا ان بارل من اول نوفمبر ديسمبر سوري لحد اخر جانوري كده في الليتشر ريفيو والديزاين وده كنا بنشوف فيه التكنيكال اسبكت بتاع البروجكت بتاعنا احنا هنعمله اكشلي ازاي كامبلمنتيشن يعني. ولما بدانا في الديزاين وان احنا نحط البيزك موديولز والبلوكس بتاعت السيستم بتاعنا كنا شغالين ان بارلل في الدوكيومنتيشن ونفضل مكملين بالدوكيومنتيشن ان بارلل مع الامبلمنتيشن من اول فبراير لحد ان شاء الله الفاينلز. واخر اسبوعين ثلاثه هنكون بنفاينلايز الدوكيومنتيشن بتاعنا وبنعمل اوبتمايزيشن للبروجكت سواء ان احنا نبولش البرودكت بتاعنا او نحسن البرفورمانس بتاعه وهكذا. ففي اي اسئله؟